مرحبا بكم في فيديو الصحة والسلامة في مدرسة السلطان. لقد افتقدناكم ونتطلع إلى الترحيب بكم جميعا قريبا. هناك بعض الإرشادات التي يجب أن تعرفها. أثناء غيابك عملنا بجد لتنظيم إجراءات الصحة والسلامة في المدرسة للتأكد من إمكانية فتح المدرسة للطلاب بأعلى قدر من السلامة. إجراءات السلامة لدينا واضحة للغاية. إذا كنت لا ترتدي كمامة فلن تتمكن من دخول المدرسة تحت أي ظرف من الظروف. طلاب الصف الرابع فما فوق مطالبون بارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل الحرم المدرسي ومرافقه. يتم تعقيم الفصول الدراسية وجميع المرافق يومياً من قبل فريق السلامة لدينا للتأكد من نظافتها ومطابقتها للمقاييس الصحية. تم توفير 16 نفقاً للتعقيم و150 وحدة تعقيم يدوية وثمان أجهزة موزعة في الحرم المدرسي لقياس درجة الحرارة. إنزال الطلاب. بالنسبة لأولئك الذين يقودون سياراتهم إلى حرم المدرسة، يجب على جميع الآباء أو السائقين إنزال الطالب في منطقة الإنزال المخصصة. ستقودك اللوحات الإرشادية من البوابة الرئيسة إلى الاتجاهات المخصصة لمنطقة الإنزال الصحيحة. سيقوم أحد الموظفين بعد ذلك بقياس درجة حرارة كل شخص داخل السيارة. يجب على جميع الطلاب بعد ذلك التوجه إلى نفق التعقيم الصحي. لا يسمح للسائقين أو أولياء الأمور بدخول منطقة التعليم ما لم يكن لديهم موعد متفق عليه مسبقاً مع مدرس أو أحد أعضاء فريق العمل. يجب على طلاب المرحلة الابتدائية الدنيا رياض الأطفال والصف الأول والثاني البقاء في منطقة الانتظار بالقرب من منطقة الإنزال المخصصة مع مراعاة الحفاظ على مسافة اجتماعية تبلغ 2 متر. سيأخذ الموظفون التلاميذ من رياض الأطفال والصفين الأول والثاني إلى الفصول الدراسية المخصصة لهم مع الحفاظ على مسافة اجتماعية تبلغ 2 متر. سوف يسير تلاميذ الصف الثالث والصفوف الأعلى منه إلى فصولهم الدراسية باتباع نظام الاتجاه الواحد. فقط سوف يصطف طلاب رياض الأطفال مع أحد الوالدين. يجب عليهم الالتزام بالمسافة الاجتماعية البالغة 2 متر في جميع الأوقات. ستكون المعلمة أمام مبنى رياض الأطفال لقياس درجة حرارة التلاميذ، ومن ثم ستقوم المعلمات بإرشادهم إلى الفصول المخصصة لهم. داخل الفصل يجب على المعلمين إبقاء النوافذ مفتوحة في جميع الأوقات. العناق عن بعد فقط، بالتأكيد لا يوجد اتصال جسدي في أي وقت. عدم المصافحة باليد. عدم مشاركة الوجبات. ستكون هناك مسافة متر ونصف بين كل طاولة. يجب على الطلاب من الصف الرابع فما فوق ارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل الحرم المدرسي. سيتم حث الطلاب على غسل أيديهم بشكل متكرر طوال اليوم الدراسي. تقع على عاتقهم مسؤولية القيام بذلك. يرجى تحمل المسؤولية وعدم إلقاء الكمامات على الأرض بعد الاستخدام. إذا ظهر على الطالب أي من أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال اليوم الدراسي فسيقوم على الفور بزيارة غرفة العزل والمحتوية على إجراءات السلامة. تشمل الأعراض أي مما يلي: ارتفاع في درجة الحرارة إلى 37.5 درجة مئوية أو أعلى، سعال مستمر، التهاب في الحلق، صعوبة في التنفس، قشعريرة، آلام في العضلات،
الصداع، فقدان حاسة الشم أو التذوق. أولياء الأمور السائقون، عليكم البقاء داخل سياراتكم عندما تنقلون الطلاب في نهاية اليوم الدراسي باستثناء رياض الأطفال. يرجى مساعدتنا في جعل مدرسة السلطان مكاناً أكثر أماناً للجميع، ونسأل الله أن يرفع البلاء والوباء، ودمتم في حفظ الله جميعاً، وصاحبتكم السلامة أينما كنتم.